طارق صالح يهدد المجلس الانتقالي ومستشاره يدعو لعدم التفريط بحزب الإصلاح في شبوة. تفاصيل خطيرة. حذر طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح من انقلاب على محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام. جاء ذلك في بيان جديد أعقب تداول مقاطع فيديو لمقاتلي الانتقالي في مدينة عرق وهم يدسون صور عمه علي عبد الله صالح بعد طرد حزب الإصلاح في خرق للتحالف بين الطرفين. وطالب طارق صالح أبناء الشباب بالالتفاف حول المحافظ عوض بن الوزير وتوجيه أسلحتهم صوب من وصفه بالعدو المشترك في تهديد غير مباشر بالقوة. وتداول ناشطون مقاطع فيديو لمقاتلين من المجلس الانتقالي وهم يدوسون صورا لرئيس السابق علي عبد الله صالح وسط عتق ويتلفظون بكلمات نابية عليه. في سياق متصل دعا المستشار الإعلامي لطارق كامل الخوذاني إلى عدم التفريط بحزب الإصلاح بمحافظة شبوة في تلويح بالتحالف مع الحزب مجددا. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.